ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد ارسينيك. زي ما طبعا جوجل ترانسليتر لما خلينا اسمعها لكم. اوكي خلينا اسمعها لكم احسن. اسمعوا ارسينيك. لا كانت بتقولها بطريقه ارسينيك تقريبا. دي ارسينيك. ده ايطالي. ان انتوا سمعتوه ده ايطالي. ارسينيك ارسينيك اهي قالتها هاديه. ارسينيك. اوكي تاني مره. ارسينيك ارسينيك. اوكي ارسينيك ارسينيك. ما علينا. ارسينيك بيزكس او اساسيات. هي مكتوبه بيزكس، مكتوبه بالانجلش بيزكس. واو ما علينا، خلينا نخش على طول الفيديو. ليتس جو. ثلاث قصص مصفيهم من فترة، هدفن بعد ما ادعي ليهم بالرحمة. كبير وسطيهم متحنط، بتأمل فيهم واتحرر. تقريبا في خول فيهم اتحرك. متحنط بتأمل فيهم واتحرر. تقريبا في خول فيهم اتحرك. عرفت العيل اللي جل اختسمك فشخ اللي نزل دستك باللقطة زي دل الكلبل اللي شق في كاريره يصفر كإنجاز غير انك شل جاب كلمة وقسمها وتوهى منه الليري. تقريبا في خول فيهم اتحرك. عرفت اتحرك. طول عيل الجل اختسمك فشخ اللي نزل دستك باللقطه زي دل الكلبل اللي شق في كاريره يصفر كانجاز غير انك شل جاب كلمه وقسمها وتوهى منه الليريك. هلا خد بالك خطر هيقطعكوا زي التتر. نفس النبره قصه جايين من نفس العضو اللي نتر. خطر هيقطعكوا زي الكسر. نفس النبره قصه جايين من نفس العضو اللي نتر. تحفه رجاله دي نكته طالعين من غرزه. انتوا نسخه من تلات خنسه راضعين من سوسكا. تحفه رجاله دي نكته طالعين من غرزه. انتوا الفيديو ده هيبقى 5000 ساعه لو ابتديت اوقف كل شتيمه. نسخه من تلات خنسه راضعين من سوسكا. عندي سيول حروف ما عنديش دم. لا ارحم في حال وجود خصوم ما عنديش قلب. في فرق بين بطل وانك تمثل انك بطل. فمش هتتشاف بطل لو عملت التطهير. قلب اولد سكول. ثواني انا فهمت اسمه ارس اللي هو اوش. ثواني انا هوريكم دلوقتي يعني ايه ارس. اوكي اللي بيفهم ايطالي اوكي اكتبوها كده، او خليني اعملها عربي. بالعربي مش صح. هي معناها الخلفيه. اوكي يعني بالايطالي ثواني هجيبها لكم تاني بالايطالي. اهي بصوا ده بالايطالي. اكتبوا كلمه كولا. اوكي اكتبوها وهتعرفوا يعني ايه. او خليني ابدل كده بالانجلش. اوكي نخلي ده بعربي. ما علينا. اكتبوا كلمه كولو بالايطالي هتظهر لكم. او اسالوا حد يعني بيفهم ايطالي اسالوه. وغير كده طبعا الحته اللي هي بعد ارس الحته دي احنا عارفينها. اوكي فانا دلوقتي انا جمعت لان اللي انا سامعه ما اعرفش ايه العلاقه، بس انا حاسس ان هو ما علينا. خلينا نكمل. نيو سكول باي طايق بطل فمش هتتشاف بطل لو عملت التطهير. الف اولد سكول. نيو سكول باي طايق سحلك انت مش هتتشاف بطل لو عملت التطهير. الف اولد سكول. نيو سكول باي طايق سحلك انت مش مرعب راجع كتابتك انت اي طيب صحك رايتي يا احمد. او يا غيرانين عشان رابي على المايك احلى. اولي هي الانسه اللي بتراب على المايك نحله فيكم احلى. عشان رابي على المايك احلى. اولي هي الانسه اللي بتراب على المايك نحله فيكم احلى. بس بدون اسباب. هو ده ديستراك. انا حاسس ان هو ديستراك على المايك وبيقول حك اللي الناس عرفته بسبب دسات الطايد وانطفى فاستعادوا بسايكس بعدين رابر ضايل. المقصد في فرق بين الريبر وبين شحات اللايتس ومش بقلف كلام دي حقيقه. بعدين رابر ضايل المقصد في فرق بين الريبر وبين شحات اللايكس ومش بقلب. شحات اللايكس زي حالاتي كده. انا شحات لايكس. الف كلام دي حقيقك والناس اللي شايفه والفان مش مغيب عن العاب الاشباه اللي زيك. سيد مين يا مومس نسيت يوسف فؤاد اللي سايدك. لا ولا انت سوق بل هتسوق طول ما الهيزام اللي زيك. سيد مين يا مومس نسيت يوسف فؤاد اللي سايدك. لا ولا انت هو مين اللي بيتهزق دلوقتي ده؟
بجد مين عايش ازاي؟ صوب الهتسوق وما الهيزام اللي سايقك، اجيب اللي سايدك واللي سايقك والرابر زمايلك، احفر الارض واحرقها وارمي التلاتة في الدايرة، واساوي وشك بالارض عشان في الايام اللي جاية مع كل خطوة نجاح جزمتي هتشابك شفايفك سنك دايسك ودي نهايتك، انت اللي جيت على السكة ما تنكش وترجع تقول بحك فيك لما دسك، قول كلمة بيحك ولما تجيب ملايين من مزجتك، غير كده انت نكرة ما تسواش مليم في دايرتنا، كلمة قوتك حط جنبها استفهامين، مزجتك غير كده انت نكرة ما نكرة مش مالين في دايرتنا، كلمة قوتك حط جنبها استفهامين، واوجد اللي مفهمك انك سادي بيكذب عليك وبيوهم، او برر مدة ردك بهوقت منك ليه، وتولد 7 شهور بعد الدس كان ناقصك شهرين، وتولد عيل في الاصل وخيخة هين ليه، وتولد 7 شهور بعد الدس كان ناقصك شهرين في ولاد 7 على فكرة يعني انت كنت بس هي حلوة برين، وتولد عيل في الاصل وخيخة هين كسق للريشة لين زي جاستن بيبر بس متزين في كاستن، تولد عيل في الاصل وخيخة هين كسق للريشة لين زي جاستن بيبر بس متزين في كاستن ريبر، فما بقاش انسان عاقل لو فكرت اسمعك بكيت. بس هو بيغلط ليه في جاستن بيبر يعني؟ ليه اوكي اوكي ممكن نكره جاستن بيبر بس دي قبل ما بعد الدس كان ناقصك شهرين، وتولد عيل في الاصل وخيخه هين كسق للريشه لين زي جاستن بيبر بس متزين في كاستم ريبر، فما بقاش انسان عاقل لو فكرت اسمعك بكيت. عشان زي اوكي دي قبل ما تنافسني قول لي ماك دي رجعك للبيزكس، قبل ما تنافسني قول لي ماك دي رجعك للبيزكس، قول لي ماك دي رجعك للبيزكس اساسيات اوكي قصص مصفيهم من فترة، وآخر من اتحرك فيهم اتصحر، قصص مصفيهم من فترة، وآخر من تلات قصص اتحرك فيهم اتصحر، آخر فيهم اتحرك عمل ايه اللي قصص مصفيهم من فترة، وآخر من اتحرك فيهم اتصحر اتسخط؟ اسمعت صح؟ اسمعت صح؟ اتسخط تقريبا؟ مش عارف هو واو واو انا خايف اسمعه تاني بصراحه، انا خايف اسمع نفس الاغنيه يعني، لا مليانه حاجات وما اعرفش ايه اللي خلاني اركز. ما علينا كده خلصنا الرياكت، يا رب يكون الرياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بس مش عارف امتى، بكره بعده مش عارف، لو قدرت اعمل فيديو كمان خامس هعمل. ما علينا، اقول لكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مش عارف انا قلتها 5000 مره. يلا، tschüss.